أعربت عائلة البشير السعيد في البحرين والسعودية عن استنكارها الشديد ورفضها التام لما بثه الإعلام القطري من افتراءات وأكاذيب عن مملكة البحرين والذي يعكس إفلاس النظام القطري. أكدت العائلة في بيانها أن هذه المحاولات البائسة لن تزيد شعب مملكة البحرين إلا عزما وإصرارا على المضي قدما بمسيرة الخير والنماء والتي يحمل لواءها جلالة الملك المفدى.